كل سنة وانتم طيبين، رمضان كريم وصيام مقبول، ورمضان بيفكرنا بالتراث وبالتاريخ. وعلى فكرة تراثنا في جانب مهم عايز أكلمكم عنه، الإسهامات الإسلامية في العلم والمعرفة. ده علماء الإسلام نظموا المعرفة اللي سبقته وترجموها للغة العربية وزادوا عليها كتير وكتير وكتير، وبنوا أسس العلم الحديث اللي تفوقت فيها أوروبا وأمريكا النهاردة. فتعالوا معايا في رحلة مع علماء الإسلام. النهاردة هاخدكم في رحلة في رحاب الطب والفلسفة، وعرفكم على ابن النفيس. ولد في دمشق سنة 1210 وتوفي بالقاهرة سنة 1288 ميلادية. درس الطب في دمشق وأصبح من الناس المتخصصين في هذا المضمار من العلوم، ونزل في مصر ومارس الطب في المستشفى الناصري ثم في المستشفى المنصوري اللي أنشأه السلطان ألاوون، وأصبح عميد الأطباء في مستشفى ألاوون وطبيب السلطان بيبرس، وكان بيحضر مجلسه، كان ميسور في حياته، وأوقف داره وكتب وكل ما له على البيمارستان المنصوري. لكن ابن النفيس شهرته ما كانتش بس في الطب، بل كان يعد من كبار علماء عصره في اللغة وفي الفلسفة وفي الفقه وفي الحديث. أما في الطب فهو بلا شك من مشاهير عصره، وله مصنفات عديدة اتصف فيها بالجرأة وحرية الرأي، وكان يناقض أقوال ابن سينا وأقوال جالينوس، وإذا وجد فيهم الخطأ كان لا يتورع أنه يبرزه، وله شروح على كتاب القانون لابن سينا. ولكن يمكن أهم ما ترك لنا هو الكتاب الموسوعي في الطب اللي هو يشبه كتاب الحاوي لأبي بكر الرازي، الموسوعة الضخمة جدا اللي بدأ يكتبها اللي كان اسمها الشامل. كان عايز يعمل 300 جزء فيها، ولكن ما قدرش يكمل غير 80 قبل ما يموت. بالرغم من هذا، هذه الموسوعة تعتبر أكبر الموسوعات الطبية الإسلامية. ترك لنا تراث مش بس في الطب، في الكحالة اللي هو طب العيون، في شرح الآخرين زي شرح فصول أبوقراط وشرح مسائل حنين بن إسحاق، وله كتب زي الموجز في الطب اللي هو موجز لكتاب القانون لابن سينا، وله عدة كتب أخرى. ولكن أذكر له أنا بصفة شخصية أنه كان من الداعين إلى ألا يرفض الرأي الجديد الغريب لأنه قد يكون سليما، بينما المعروف المحمود قد يكون خطأ، ونحن نفتتح دائما تعاملنا في العلم مع أن أي رأي قد يكون قابل للصواب، ونختار ونحتاج إلى الحجة والبرهان والعقل. فتحية إلى ابن النفيس من كبار علماء الإسلام.